Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedil Mustafa الذي أدركنا ذكر مولده الشريف قريبا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سادة علمائنا الأجلاء ضيوفنا الأكارم الإخوة والأخوات يا من اجتمعتم للدفاع عن الرحمة المرسلة للعالمين يا من اجتمعتم للتمثل بسنة النبي الكريم يا من اجتمعتم لنصر من نصره الواحد العظيم يا من اجتمعتم لتكونوا بخيرية الأمة حقيقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أبارك لكم إنشاء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وأبارك لكم هذه الجهود الكبيرة لكل اللجان العاملة وعلى رأسهم أعضاء الأمانة العامة والأمين العام الشيخ محمد الصغير على جهودهم المستمرة بإذن الله أيها الإخوة الكرام الإساءة إلى نبي الإسلام ليست إساءة لمحمد بن عبد الله فقط ولا لقريش ولا لعرب ولا لأتراك ولا للمسلمين بل هو إساءة لكل ما هو ذو قيمة في الحضارة الإنسانية جمعاء هو إساءة للأنبياء من لدن آدم وحتى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام إساءة لكل ذي خلق وكل ذي نفس ترى الوجود ذا معنى لقد استمرت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغرب منذ فترة طويلة لكنها تخطت الكثير من المراحل خلال العصور الأخيرة فقد بدأ الأمر بداية برهاب من الإسلام والمسلمين ثم تحول هذا الرهاب من الإسلام إلى كراهية ومن الكراهية إلى العداوة ومن العداوة إلى عرقية وتمييز عنصري والتمييز العنصري إلى إهانة ثقافية والإهانة الثقافية إلى التعذيب الثقافي الذي نراه اليوم في هذه الكاريكاتوريات والأعمال التي يسمونها فنية تحت عباءة حرية التعبير ونحن الآن في مرحلة جديدة يهاجم المسلمون فيها بالنبي ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا أود أن أبحث معكم اليوم بالاختصار عن أجوبة للأسئلة الثلاثة السؤال الأول ماذا يعني الاعتداء على أمة بالاعتداء على نبيها السؤال الثاني لماذا يتعدى الغرب على المسلمين والإسلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أما السؤال الثالث ما الذي يجب علينا كمسلمين أن نفعله رداً على هذه الإساءة وكيف يجب أن يكون موقفنا السؤال الأول فإن أشد الأساليب خصة وظلماً وسوءاً للاعتداء على أمة أو حضارة بكليتها هي أن تتعدى على نبيها الذي آمنت به ومحاولة النيل من الإسلام والمسلمين بهذا الحقد والكراهية لهو أقبح ما طلعت عليه الشمس في صدام الحضارات فالنبي صلى الله عليه وسلم أعز على المسلمين من آبائهم وأبنائهم وأحبائهم قال تعالى النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وإن العداء متمثلاً بالتعدي على نبيها إنما هو تعذيب ثقافي لا يمكن تقبله ليس فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم بل وعلى نبي
أي نبي أي رمز مقدس من رموز أمة من الأمم، ولا يسمح لأحد أن يعتدي على قيم أمة وشعب تحت عباءة حرية التعبير. السؤال الثاني: لماذا يتعمد بعض الغربيين الاعتداء على المسلمين بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ إن كان التعدي على رسول الله قبيحاً لهذه الدرجة، فلماذا يتمركز عداء الغرب للإسلام حول شخصية وشخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا أن نعلم أن هذا لا يتعلق بأهداف دينية ولا هوتية فقط، بل إن له أسباباً تاريخية، ثقافية، اجتماعية، بل واقتصادية. وأقول بحزن إن هذه السيئة كانت مزروعة على مدى التاريخ في لاوعي كل فرد في بلاد الغرب، فقد زرع في العصور الوسطى تعصب عدائي تجاه المسلمين جميعا من خلال العداء للنبي صلى الله عليه وسلم في الكثير بالنصوص المؤسسة للثقافة الغربية، مثل الروايات والقصائد وحتى قصص الأطفال. وفي العصر المسمى بعصر الأنوار لم يتنور هذا التعصب المظلم المشرب بالكراهية، بل على العكس غاص أعمق في الظلام. وأتت حركة الاستشراك الأكاديمية فأكسبت جهالة عصر التنوير بعداً أكاديمياً، بعد أن كانت مبنية على خرافات باقية من العصور الوسطى. بإزاء هذه الأسباب التاريخية، هناك سبب آخر يدفع الغرب ليتعمد الاعتداء على الإسلام والمسلمين من خلال النبي، وهو العجز الحضاري الذي تعيشه أوروبا نتيجة للمخاوف الديموغرافية، وهو عجز نابع عن عدم القدرة على إدارة التنوع والتعدد الثقافي، وهو عجز وذهول من كونهم لا يطيقون وجود 30 مليون مسلم مهاجر في أوروبا، وعدم القدرة على القبول بوجود 6 ملايين مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا. وهذا هو السبب الأول لتحول الرهاب من الإسلام إلى كراهية، والكراهية إلى العداوة، والعداوة إلى عرقية وتمييز عنصري، والتمييز العنصري إلى إهانة ثقافية، والإهانة الثقافية إلى التعذيب الثقافي. لكن أيها الإخوة والأخوات، أليس لنا دور هنا؟ ينبغي أن نحاسب أنفسنا وننقد ذاتنا. ألا يمكن أن يكون كل هذا يحصل لنا لأننا ما استطعنا عيش مثالية النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أليس لتصوراتنا الخاطئة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي دور في هذا الموضوع؟ أليس لفهمنا الضيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتقاليد تدور حول اللباس والطعام دور في هذه المعضلة؟ أليس علينا تحمل مسؤولية تجاه الحالة التي يغرق فيها العالم الإسلامي اليوم؟ هل يمكننا القول بأننا قد عرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح؟ بل هل نستطيع أن نقول أننا نمثله في هذا العالم؟ وهذا يسوقنا للسؤال الثالث والأخير: كيف ينبغي لردة فعلنا أن تكون، وكيف يجب أن يكون موقفنا تجاه أحوال كهذه؟ إن مهمتنا الأولى هي التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم للعالمين بأفكاره الصحيحة وأخلاقه العالية وسنته السنية وصورته البهية. أما وظيفتنا الثانية فهي التمثل بأخلاقه وسيرته عملياً، والعمل الدؤوب بالعلم والحكمة لإزالة التعصب الراسخ عند الغرب من خلال الأمثلة العملية والنماذج التطبيقية. فينبغي لنا أن نعرف أنه يمكن أن يكون هناك أعداء للإسلام، ولكن ليس للإسلام أن يعادي أحداً.
وقد يكون هناك من عادى النبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن ليس للنبي أعداء، فعلينا إذن أن نجادل أعداءنا بحكمة نبوية كمسلمين، فما لنا من مناص إلا أن نحمل الرحمة في قلوبنا، وما ينبغي لنا أن نحمل الحقد والغضب والكره والانتقام أبدا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، وليس لنا فقط وليس لأمته إلا أن تعينه بنشر هذه الرحمة، إلا تنصروه فقد نصره الله. والوظيفة الثالثة الأخيرة تجنب الإجابة على السيئة بالسيئة، كما قلنا قبل قليل إن المسلمين لا يفرقون بين الأنبياء، والقرآن قد نهانا عن سب حتى أصنام الآخرين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذن فاللجوء إلى العنف هنا يخدم غاية المسيئين، خصوصا إخواننا المقيمين في أوروبا، ينبغي لهم الانتباه إلى هذه النقطة جيدا. وأختم كلمتي بقول شاعر تركي: diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar geziyor. El elsinetu ve suhufu ve suturu tekul mâte Ebu Leheb. Mâ mâte fikratu Ebi Leheb ya Resulallah. Ve Ebu Cehel fikratu Ebi Cehel yetecevvelu fil afâk. ونحن كأمة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان أبو لهب أو أبو جهل أو كان إيمانويل ماكرون، لن نجيد عن سنته، لن نحيد عن سنته، ولن نحول عن سيرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.